هذا اليوم وانطلاقة ثنايا أصحاب السمو والشوخ للسرعة والدفاع. نتابع هنا الصدارة، نتابع نوف من تأتي على الصدارة وعلى المركز الأول محمد بن مبارك بن عبيد الشامسي هي المنطلقة على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الأول إذا نوف محمد بن مبارك بن عبيد بن حرزي الشامسي على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني فرحة راشد بن علي بن دخيل بن سالم المري من تأتينا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث تصل بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة نوف حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري مع نوف بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. بينما المركز الرابع والمنطلقة هنا سيطرة حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الكتبي من يسيطر معه سيطرة على المركز الرابع. المركز الخامس القادمة وصايف فهد بن فهيد بن طحنون الهاجري من يأتينا على المركز الخامس. المركز السادس السايحة علي بن عبيد بن سعيد بن مروشد السبوسي المنطلق على المركز السادس. المركز السابع تأتي المدينة أحمد بن محمد بن غريب المنصوري من يصل بهذه الانطلاقة على المركز السابع. بينما المركز الثامن والانطلاقة على ثامن المراكز مواري راشد بن مبارك بن علي بن سعيد بن روضة المنصوري من ينطلق ثامنا. وفي المركز التاسع حشمة خليفة بن عبد الله بن علي العطية من يأتينا تاسعا. وفي المركز العاشر مشاهدينا الكرام الوصول هنا من الشبلة لسعيد بن مبارك بن سبت الخيلي مع الشبلة على المركز العاشر. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى. وخلف المراكز العشرة الأولى هناك أسامي تتواجد، هناك شعارات، هناك تحديات، هناك إثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام نعود إلى الصدارة، نعود إلى نوف. نوف على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لإسمها من ثلاث حروف محمد بن مبارك بن عبيد بن حرزي الشامسي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. هنا وصدارة هذا الشوط تشاهدونها تسيطر على زمام الأمور. أنا بهذا الانطلاق ركز يا أبو هزاع، ركز يا ابو هزاع بهذه المتابعة الجميلة. المركز الثاني ايضا نوف. يا سلام، رب من صدفة خيرة من الف ميعاد. ها هي نوف تشاهدونها الاخرى على المركز الثاني هذه الانطلاقة. حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والاثارة. مشاهدينا الكروم يا هل الشمات والمعروف للنوري على خلي اسمه من ثلاث حروف هو سمي وغربالي. ها سلام يا سلام، ها هي نوف ونوف على الصدارة وعلى المركز الثاني. بينما المركز الثالث من القادم على ثالث المراكز الصايحة علي بن عبيد بن سعيد بن مروشد السبوسي. ومن الجانب الآخر هناك سيطرة حمد بن ضحية بن حمد بن غدير الكتبي ووصل بن طحنون. هناك مع وصايف بهد بن فهيد بن طحنون الهاجري القادمة من الجانب الآخر تنضم إلى رابع المراكز من الخامس إلى الرابع عينها إلى أيضا الانطلاق والتحدي. مشاهدينا الكرام من الجانب الآخر هناك أيضا القادمة مواري 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 قادمة راشد بن مبارك بن علي بن سعيد بن روضة المنصوري من تنطلق على سادس المراكز. المركز السابع الشبلة لسعيد بن مبارك بن سبت الخيالي والوصول من طيف سليمان بن سعيد بن سالم نوهيبي من وصل هنا بهذا الانطلاق
ثامنا وفي المركز التاسع، المركز التاسع وجود سعيد بن حمد بن جار الله بن سالمين، ووصلت هنا الله القادمة مزنة مزنة عبيد بن علي بن يزرب بن ذويب العامري على عشر المراكز. يا سلام، بدأ الاقتراب أيضا من هذه النوعيات المتميزة، يقترب من بعضهن البعض. مواري من غيرت على الصدارة، مواري على المقدمة، قلبت موازين هذا الشوط رأس على عقب. مواري بل انطلقت بالتحدي وبالإثارة هنا بهذا الانطلاق الجميل. هنا راشد بن مبارك بن علي بن سعيد بن راضة المنصوري من ينطلق بهذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة. نوف على المركز الثاني، نوف حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري مع نوف على المركز الثاني، المركز الثالث مزنة تأتي على المركز الثالث، تتسلل هنا عبيد بن علي بن يزرب بن ذويب العامري من انطلق مع مزنة على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، هنا المنطلقة حمد بن الضعية بن غدير الاكتبي من يأتي بسيطرة على المركز الرابع. المركز الخامس الشاهنية محمد بن سالم بن مسلم من دار الله النابط من ينطلق بهذا الأداء، وصل بن حاسوم مع تراحيب أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي والطامة، حسين بن حمد بن حسين بن جرحب وصل، المطوع بن جرحب وصل بهذا الانطلاق الجميل. ولكن نعود بعد الكيلومتر الأخير إلى مواري المسيطرة على زمام الأمور وبمعيتها نوف. مواري ونوف في هذا الصراع الجميل والتحدي. مواري لراشد بن مبارك بن علي بن سعيد بن راضة المنصوري، ونوف نوف حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري، ووصلت للطامة، للطامة ولكن نوف انطلقت على الصدارة، انطلقت على المقدمة على المركز الأول. نوف يا أبو سيف، نوف على الصدارة، نوف على المقدمة. سلام للمرموم، سلام يا هال المرموم، سلام وتحية هنا لحمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. سلام للمرموم، سلام وتحية واحترام على هذا الأداء الجميل هنا لنوف. نوف نعم، وقلنا يا للشيمات والمعروف، دلوني على أهلي اسمه من ثلاث حروف هو سمي وغربالي. سلام يا بن درويش، سلام وتحية واحترام، تهانينا لحمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري على فوز نوف في المركز الأول. سلام وتحية واحترام على هذا الأداء ولحظة الوصول الناموس أبو سيف. المركز الثاني لطامة الحسين بن حمد بن حسين بن جرحة. بالمركز الثالث الغزيل سعيد بن علي بن سعيد بن راية المري. وفي المركز الرابع وصلت هناك الشاهنية محمد بن سالم بن مسلم من دار الله النابت، ووصلت هناك ديما لمنصور بن محمد بن لويع الخيالي على المركز الخامس. ونعود هنا مع بن درويش والتوقيت الزمني لنوف ولحظة وصولها إلى خط النهاية 9:30 هنا أو 31 ثانية لحظة الوصول. يا سلام، 9:32 وفاء وتماما وكمالا، تهانينا والناموس للسيد هنا أيضا حمد بن سيف السلطان بن درويش المنصوري على هذا الأداء المميز. بينما المركز الثاني 9:33 ثمانية من الأجزاء من الثانية اللي هي وصلت للطامة لحسين بن حمد بن حسين بن جرحب المري. بيننا المركز الثالث 9:34 ستة من الأجزاء من الثانية وصلت لغزيل لسعيد بن علي بن سعيد بن راية المري. تهانينا وناموس، تهانينا للجميع.